السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعلت أنصار اتحاد الجزائر وأنصار مولودية الجزائر اليوم في ملعب الخامس من جويليا الأولمبية خلال الديربي. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا جرى اليوم ديربي العاصمة في ملعب الخامس من جويليا الأولمبي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر لحساب الجولة 11 من الدوري الجزائري، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، حيث صنعت جماهير الناديين أجواء رائعة وخرافية في المدرجات بتفوات عالمية وكراكاجات أبهرت الجميع منذ بداية المباراة. شاهدنا مناصرين عالميين يناصرون باحترافية كبيرة، أرسلوا رسالة إلى العالم أن المشجع الجزائري مجنون بكرة القدم. وجرى هذا كله تحت أنظار الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي وطاقمه والعديد من اللاعبين في المنتخب الوطني الجزائري الذين كانوا حاضرين في ملعب الخامس من جويليا الأولمبية، حيث انبهروا بالأجواء التي صنعها الأنصار. وهذه بعض الصور للأجواء التي صنعها أنصار الفريقين. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.